حاجه غير الضرب صلبي. أهلا بكم في بداية اليوم 37 من العدوان على غزة. يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات ليلية على مناطق سكنية مخلفا شهداء وجرحى، فيما صب الاحتلال نيرانه على نحو مركز ومتعمد في محيط عدة مستشفيات في وسط وشمالي قطاع غزة، أبرزها مستشفى الشفاء. أما المقاومة فتواصل خوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال وتفجر آلياته في محاور غزة كافة، فيما تتصاعد العمليات على جبهة لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكلام سيكون للميدان. ساعة جديدة من التغطية لمعركة وملحمة طوفان الأقصى نشاركنا فيها في هذه الساعة من قطاع غزة، وتحديدا من رفح جنوب القطاع، علم الصحفي علم صباح، وأيضا من غزة طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومن جنين الكاتب والمحلل السياسي عمار خضر، ومن باريس المحلل السياسي علي زريق. مرحبا بكم جميعا في هذه الساعة مشاهدينا الكرام التي نخصصها كما في كل مرة وكما على مدار الساعة منذ 37 يوما لملحمة طوفان الأقصى، ولكن نبدأ أولا من الوضع الميداني في قطاع غزة، فالكلمة الأولى والأخيرة هي دائما للميدان، ومن رفح علم صباح. مرحبا بك علم، لو تضعنا بداية في صورة الأوضاع في رفح أقصى جنوب القطاع، بعض الأنباء كانت تتحدث عن وجود على ما يبدو ربما قصف في المناطق الشرقية لرفح. صحيح أحمد، منذ وقت قصير والقصف المدفعي متواصل على شرقي مدينة رفح، مصاحب بإطلاق كثيف لقنابل الإنارة، أيضا يسمع دوي عدة انفجارات وإطلاق نار، على ما يبدو أن هناك اشتباكات كبيرة كانت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المقاومة طبعا الفلسطينية. أيضا الطائرات الإسرائيلية غارت قبل وقت قصير على منزل في منطقة السيامات في مخيم شابورة، المخيم الأكثر اكتظاظا في السكان في مدينة رفح، وتم انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات الخطيرة جلهم من الأطفال والنساء، هذا على صعيد القصف في مدينة رفح. لكن قبل قليل كانت هناك غارات إسرائيلية على مخيم جباليا في منطقة الفلوجة ومنطقة سوق المعسكر، تم انتشال عدد من الشهداء والإصابات جراء القصف على منازل مأهولة بالسكان وبدون أي سابق انذار. أيضا قبل وقت قصير أو قبل قليل حتى كان هناك قصف استهدف مستشفى مهدي للولادة في منطقة النصر غربي مدينة غزة، وتم انتشال شهيدين من الأطباء وعدد من الإصابات بينهم نازحين، وناشدوا الصليب الأحمر الدولي لإجلائهم من داخل المستشفى بسبب عدم مقدرة الإسعافات من الوصول إلى مستشفى مهدي الذي قام الاحتلال أيضا بقصفه من قبل الطائرات الحربية. أيضا مجمع الشفاء الطبي قبل قليل كان هناك إطلاق لقذائف المدفعية باتجاه هذا المستشفى الذي خرج عن الخدمة منذ أمس نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل ونتيجة أيضا نفاذ الوقود من المولدات التي. طب علم ماذا عن مصير الطواقم الطبية في مختلف المستشفيات التي تحدثت عنها، سواء مجمع الشفاء الطبي أو مستشفى مهدي المخصص للولادة في قطاع غزة؟ هذه الطواقم التي تقوم بمجهود كبير وجبار وهي محاصرة رفقة المرضى، كيف هو مصيرها، وماذا عن من كانوا داخل المستشفى أساسا؟ يعني أحمد، هم يواجهون خطر شديد جدا نتيجة القصف الإسرائيلي المتعمد والمباشر للمستشفيات. يعني حتى على صعيد مثلا مستشفى مهدي الولادة تم انتشال شهيدين من الأطباء، هناك أيضا عدد كبير من الإصابات سواء كان من الطواقم الطبية أو حتى من النازحين. كذلك الأمر في مجمع الشفاء الطبي، أيضا تم استهداف مبنى الولادة بالقذائف المدفعية. أيضا حتى يعني المتحدث باسم وزارة الصحة ومدير مشفى الشفاء تحدث أن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار أطلقت قبل لحظات النار على المشفى بشكل مباشر، وهذا ما سبب وجود إصابات من الطواقم الطبية وحتى من النازحين. أيضا نتحدث عن اتصالات
دائمة ومكثفة على الأطباء والكوادر الطبية بإخلاء مستشفيات شمال قطاع غزة وما إلى ذلك. القصف الإسرائيلي لا زال متواصل، حتى القصف أيضا متعمد على المستشفيات. نتحدث عن خروج جميع مستشفيات قطاع أو شمال قطاع غزة عن الخدمة عدا مشفى المعمدان الذي يقدم يعني أشياء محدودة أو خدمات محدودة جدا. أيضا قبل وقت قصير أيضا مشفى الأندونيسي حول الأرض المجاورة للمشفى إلى مقبرة جماعية للشهداء مجهولي الهوية الذين ارتقوا خلال هذا اليوم نتيجة عدم مقدرة أيضا ذويهم من الوصول إلى المستشفى، وحتى عدم مقدرة أي شخص حتى الكوادر الطبية من الخروج من المستشفى، وجميع من يخرج يقوم الاحتلال باستهدافه بشكل مباشر سواء كان بالقصف حتى سواء كان بإطلاق النار من الدبابات التي تتمركز في محيط هذه المستشفيات. أيضا قبل قليل كان يسمع دوي إطلاق نار ودوي انفجارات بشكل مكثف في محيط مجمع الشفاء الطبي. كانت الأنباء والأحاديث تتحدث عن اشتباكات طارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. أيضا كان هناك إطلاق لقنابل الإنارة في محيط مجمع الشفاء الطبي وحتى على محور الاشتباكات الغربي. هل توضحت خريطة الاشتباكات وتقدم دعنا نقول المواجهة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في منطقة غرب مدينة غزة؟ هل توضحت الصورة النهائية؟ صحيح، الحديث كان أو الأحاديث كانت تتحدث عن وقوع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم من قبل المقاومة الفلسطينية، والتي كانت على إثرها وجود عدد من الاشتباكات أو وجود اشتباكات قوية جدا، حتى قصف مدفعي في محيط مشفى الشفاء الطبي. أيضا قنابل الإنارة، في العادة أحمد يتم استخدام هذه القنابل للكشف عن المناطق المجاورة أو الكشف وإضاءة منطقة تواجد الدبابات والجيش، وهذا ما يثبت أيضا حتى وجود اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. يعني دعني أحمد أيضا أحدثك عن معبر رفح البري الذي أعلنت هيئة المعابر منذ وقت قصير عن فتح هذا المعبر غدا بعد توقف يومين، نتحدث أمس وأول أمس، حتى في أيضا أيام سابقة كان هناك توقف للمعبر وإغلاق للمعبر. أيضا المعبر مفتوح غدا أمام حركة المسافرين من حاملي الجنسيات المزدوجة وحاملي الجنسيات المصرية، ولكن القرار الفلسطيني أصبح واضحا منذ عدة أيام بأن لا خروج لأي رعاية أجانب ولا خروج لأي من حاملي الجنسيات المزدوجة طالما سيارات الإسعاف لم تصل من شمال قطاع غزة إلى معبر رفح. الاحتلال منع في الأيام السابقة السيارات الإسعاف من الوصول إلى معبر رفح وأطلق عليها النار وحتى استهدف بعضها، لذلك القرار واضح، لا خروج للرعايا الأجانب ولا خروج لحاملي الجنسيات المزدوجة طالما لم يسمح للجرحى الفلسطينيين بالتوجه وبالوصول إلى معبر رفح ومن ثم الوصول إلى مستشفيات العريش. أحمد دعني أيضا أعرج على نقطة بسيطة فقط، قبل قليل كان هناك عملية إنزال مظلي من قبل طائرات تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية إلى مشفى أو المستشفى الميداني الأردني. تم ذكر بعض من الأنباء أو تحدثت عن عمليات إنزال جوي بالمظلات لمساعدات أو مستلزمات طبية هي مخصصة فقط للمشفى الأردني الذي حتى لا يقدم الكثير من الخدمات الطبية نتيجة حتى توقف سيارات الإسعاف عن العمل. نتحدث عن 7 سيارات إسعاف فقط فيما تعمل في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، هذا عدد قليل جدا نتيجة الاستهداف المتكرر لسيارات الإسعاف والمباشر. هذه صورة الوضع أحمد في قطاع غزة بشكل عام. طبعا وللعلم فإن عملية الإسقاط الجوي التي تمت للمستشفى الأردني هي الثانية من نوعها خلال أسبوع تقريبا. شكرا لك علم على هذه المعلومات، وسنعود إليك في سياق هذه التغطية إذا كان هناك أي جديد ولا سيما في جنوب قطاع غزة. وأنتقل إليك طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية، أنت معنا أيضا من قطاع غزة. حرب شعواء وقوية جدا على المستشفيات بلا هوادة، نتحدث عن عدة مستشفيات، المستشفى الاندونيسي، مستشفى العودة، قبل قليل مستشفى مهدي، هناك استشهاد لطبيبين، وأيضا الأنظار تتجه وبقوة إلى مجمع الشفاء الطبي وإلى مستشفى القدس في جنوب غرب مدينة غزة. ما السر في التركيز الإسرائيلي على استهداف المستشفيات بشكل مباشر؟ تحية لك أستاذ أحمد ولضيوفك ولجميع المشاهدين. هذه الحرب الشعواء
التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات هي جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها على شعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة للاستهداف المباشر وحرب التجويع وحرب التعطيش، حرب كذلك تقديم أي خدمات صحية للمواطنين المصابين أو حتى استقبال جثامين الشهداء، وهي للتغطية على حالة الفشل والعجز الذي أصابت الاحتلال الإسرائيلي وأغلقت وأوصدت الأبواب في وجه أي محاولة لتحقيق أي من الإنجازات على الأرض عبر ما يسميه بعملية التوغل البري لآليات ودبابات ولحجم ما يتكبد الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة على يد المقاومة المستبسلة والمتمكرسة في الميدان في مواجهة هذه الآليات وما تلحقه من خسائر بهذا الاحتلال الذي اعترف مساء الأمس بمقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين، مع أنه ما وثقته المقاومة وما رصدته عبر عملية توثيق مؤكدة بأن عدد من سقط من جنود الاحتلال على الأرض ومصورين هي أعداد أوسع بكثير، وهذا ما أشارت إليه حتى بعض وسائل الإعلام. طب بالحديث عن هذا الموضوع سيد طلال، يعني نستغل وجودك، هناك تحرك إسرائيلي ميداني ويبدو بأنه وصل إلى نقاط معينة داخل مدينة غزة، أنتم في المقاومة الفلسطينية وأنتم كأحد فصائل المقاومة الفلسطينية وبكل تأكيد هناك تنسيق داخلي بين الجميع، كيف ترون التمركز الإسرائيلي الحالي ومحاولة الصد من قبل المقاومة ورفع الثمن إلى الحد الذي ربما يصل للاحتلال إلى مرحلة لا يحتمله؟ يعني المحاور التي اجتازها الاحتلال الإسرائيلي منذ 27 أكتوبر هي ذات المحاور التي نعتبرها نقاط ميتة بفعل أنها مناطق مكشوفة، وكل ما تقدمه الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة من مستشفى الشفاء هي تتبع لذات المحورين، ولكن هناك مقاومة وهناك حالة من الاستبسال تمنع الاحتلال الإسرائيلي من توسيع مساحة هذا الانتشار، ولهذا تجد يعني الزوارق البحرية والآليات العسكرية والطيران يقوم بعملية استهداف لحرق هذه الأراضي المتمركزة فيها الاحتلال عبر هذه الآليات. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يمارس سياسة تضليل وخداع بأن المستشفيات هي مراكز للمقاومة الفلسطينية تدير من خلالها العمليات العسكرية وتأوي العديد من قيادات السياسية وقيادات العسكرية، وكل هذا محل افتراء، ونحن طالبنا حتى في الغرفة السياسية مساء اليوم أن الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأبواب مفتوحة أمامها لكشف سيف الادعاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف هذه المستشفيات تحت هذه الذريعة الواهية لتكشف هذه الحقيقة. وقد لاحظنا يعني قبل ساعات كيف استهدف مستشفى مهدي وهي مستشفى للولادة تبعد يعني ما يقارب 2 كيلومتر عن مستشفى الشفاء أو مستشفى الرنفيسي أو مستشفى حتى الأطفال في حي النصر. الاحتلال الإسرائيلي كلما فشل يعني سيد طلال، يعني تعتبرون أن ما دخل إليه الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة والمساحات التي سيطر عليها ويحاول أن يروج صورة النصر الوهمي المزعوم هي فعليا نقاط بالأساس تعتبر نقاط ميتة وليست ذات مركز ثقل في العمل المقاوم؟ هذا صحيح، وبالضبط كما ذكرت وكما تحدثت هي نقاط اجتازها الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خاسرة رخوة ومناطق ميتة وتكبد فيها يعني من الخسائر، هو نفسه من اعترف بمقتل إلى حتى الآن 43 جندي وأصابة العشرات وما لا يقل عن 170 آلية ومجنزرة تم تدميرها على يد المقاومة الفلسطينية التي تخوض فيها كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية حالة من الاستبسال منقطعة النظير لهذا الاحتلال الإسرائيلي. كلما فشل في التقدم إلى الأمام يقوم
يلجأ إلى الحرب المسعورة ضد الحاضنة الشعبية التي هي الأخرى تستبسل في صمودها في قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة، رغم كل ما يحاول الاحتلال أن يمارسه من على الحاضنة الشعبية من قتل وتجويع وتعطيش وحرب شعواء. وأنا أعطي معلومة لقناة الميادين التي نفتخر بها بأنها قناة المقاومة، قبل قليل البئر الوحيد الذي يغذي مستشفى الشفاء بالمياه تم قصفه، وبالتالي يستهدف قطع المياه عن مستشفى الشفاء، وبالتالي يتحمل المسؤولية عن حياة كل الأرواح الموجودة في هذا المستشفى. لكن المجتمع الذي الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية التي تدعي قيم واحترام مبادئ حقوق الإنسان عندما ترى هذه الجرائم التي تمارس في مؤسسات محمية بفعل القانون الدولي من المفترض وباتفاقية جنيف بكل موادها ودون أن تحرك. ابقى معنا سيد طلال، ابقى معنا سيد طلال، سأنتقل إلى جنين الكاتب والمحلل السياسي عمار خضر. مرحبا بك سيد عمار، يعني تابعنا هذه التطورات في قطاع غزة وادعاء الاحتلال ومحاولة تسويق ما يمكن أن يطلق عليه بأنه صورة انتصار يقدمها نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي، كونه دخل مناطق هي أصلا لا تعتبر ذات مركز عمل مقاوم كبير، يعني والخاسرة وتعد أيضا هي الخاسرة الرخوة بالمجتمع الإسرائيلي ودعنا نقول الجيش الإسرائيلي. هل هو مقتنع بما وصلت إليه هذه الأمور حتى هذه اللحظة، أم أن هناك رؤية باتجاه مسار آخر ربما تصعيد أكبر؟ في البداية تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. أعتقد أن ما يجري الآن في غزة هو محاولة للملمة وترميم ما أحدثته المقاومة في 7 أكتوبر عندما وجهت تلك الضربة والصفعة القوية لجيش الاحتلال، حيث هدمت صورة ذلك الكيان أو الجندي أو الجيش الذي لا يقهر. والآن كل ما يجري في غزة هو محاولة ترميم هذه الصورة، وهو يبحث عن صورة انتصار. ولكن إذا قارنا ما يحدث الآن في غزة من ناحية الأمور المادية لوجدنا أن هناك فارق كبير من حيث العدد والعدة والدعم الغربي المنقطع النظير لدولة الاحتلال مقابل فصائل المقاومة في غزة التي كانت محاصرة، التي كانت مضيق عليها من الجميع. ومع ذلك نرى الآن هذا الاستبسال الواضح والصريح والذي يصد جيش الاحتلال وأرتاله عن غزة ويكبده الخسائر تلو الخسائر يوما بعد يوم. ونرى أن المقاومة ما زالت تدير المعركة بشكل احترافي كبير، حيث تظهر صور الدمار للدبابات الإسرائيلية التي تحاول أن تتوغل في داخل قطاع غزة. وأعتقد جازما أنه كلما حاول جيش الاحتلال الدخول إلى المناطق السكنية التي يسعى إلى الدخول إليها كلما زاد تكبد الخسائر في هذه المناطق. لكن العنجهية التي لدى نتنياهو والأمور الشخصية التي يحملها هو والحكومة الفاشلة التي يقودون هذه الحرب يصرون على المضي في هذه المعركة. سيد عمار، يعني بما أنك تطرقت لهذه النقطة المهمة، إلى أي مدى تلعب الأوضاع الشخصية والأمور الشخصية لنتنياهو وبعض وزراء حكومته مثل بن غفير وسموتريش وغيرهم وحتى وزير الجيش جالانت، لأي مدى تلعب دور في تسيير أمور المعركة ورسم مسارها؟ أعتقد أن جزء كبير من ما يحدث الآن في هذه المعركة هو يأتي في هذا السياق، محاولة إفلات هؤلاء القتلة المجرمين من المحاكم التي تنتظرهم والسجون. يحاولون إطالة أمد هذه المعركة من خلال هذه المجازر ومن خلال هذه الأعمال الوحشية التي يقومون بها في غزة، ويحاولون تقديمها إلى جمهورهم على إنها إنجاز وعلى إنها يعني فعل عسكري يحقق من خلاله بعض النتائج الإيجابية. ولكن الآن بتنا نرى أن هناك حتى في داخل الإعلام العبري الإسرائيلي بدأ التحدث عن الفشل المتكرر، حيث أنه لم يظهر أي صورة انتصار من قبل الجيش الإسرائيلي المهزوم في غزة، لا يوجد أي انتصار حقيقي له على أرض الواقع للآن، لم يحقق بعد اليوم 37 إنجاز فعلي، وقد رفع سقف المطالب عندما قرر أنه يريد أن ينهي حكم حماس في غزة وأنه يريد أن ينهي على أشكال المقاومة كافة في غزة، وللآن لا يستطيع أن يحدث أي إنجاز حقيقي في هذا المسار. وأعتقد أن الأمور التي تتعلق في الجانب تركيزه على المستشفيات وتأتي في هذا السياق، حيث أنه فاشل في إيجاد
بعض المواقع التي يمكن التركيز عليها عسكريا، لذلك الآن هو يتوجه إلى إيجاد وهم عن هذه المستشفيات، ويحاول أن يصل طيب إليها من أجل أن يوصل رسالة إلى دول إلى الداخل في داخل الاحتلال الصهيوني أنه وصل إلى إنجاز كبير من خلال هذا العمل، طيب سيد ولكن عمار، ميدانيا نعم ابقى نعم. معنا، سنتطرق إلى بعض التطورات المدنية. سأنتقل إلى باريس والمحلل السياسي علي إزريق. مرحبا بك سيد علي. يعني بما أنك تتواجد في باريس، هذه فرصة يعني لنركز على هذه الزاوية. في بداية الحرب كانت هناك نغمة تبعها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وهو يعتبر يعني يمثل بعض القادة الأوروبيين، إن لم يكن معظم القادة الأوروبيين، باتجاه الدعم المطلق لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، حتى أنه قام بالزيارة إلى دولة الاحتلال بالأمس أو قبل أمس. يعني كان هناك لقاء ويقول بأن على إسرائيل أن توقف إطلاق النار، وليس هناك ما يبرر قتل المدنيين. يعني كيف تنظر إلى هذا التغير في الموقف الفرنسي، وهل هو في سياق التناغم مع الموقف الأمريكي بمعنى توزيع الأدوار، أم أن هناك فعلا حالة تشذ عن الموقف الأمريكي؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام وضيوفك الأحبة وكل الأعزاء للشهداء، لأرواح الشهداء في غزة، لهذه المقاومة البطلة وعم الشعب الفلسطيني. بداية في فرنسا كان هناك سردية معينة انطلق منها العدو الإسرائيلي، وقال حيث قال بأن قتلنا وجزرنا وقتلوا أبنائنا الصغار وإلى ما هنالك من سردية مخيفة جدا يعني، وأظهر الصورة بهذا الشكل في أوروبا وتحديدا في فرنسا من أجل أن يكون هناك دعم فرنسي شعبي عارم للهجوم المضاد الذي يقوم به المحتل. بعد فترة من الزمن بدأت الأمور تتكشف، بدأت الأمور تتضح، انقشع الغبار، والجميع رأى بأم العين بأن هناك أكاذيب وهناك أضاليل وهناك سردية كاذبة. الآن الصورة واضحة، هناك عزل يقتلون، هناك أطفال يبادون، هناك شعب بالكامل يشرد ويقتل، وهذا ما يعني قام به كل العالم خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي فضحت الإعلام الفرنسي والإعلام الغربي الذي كذب منذ الساعات الأولى واعتمد النص الإسرائيلي بالكامل، ولم يكن هناك أي تحقيق، ولا هناك يعني لم يؤكدوا حتى أنه هل هذه الأخبار صحيحة أم لا. يعني حتى بايدن أخطأ وقال أنهم قطعوا رؤوس أطفال، وإلى ما هنالك من معلومات غير صحيحة وافتراءات وكذب من أجل أن يكون هناك دعم كبير لهذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال. اليوم في فرنسا الشارع يغلي، وخاصة في فرنسا ابتداء حاولت الدولة الفرنسية منع التظاهرات وتغريم المتظاهرين، وحتى هناك أصدقاء لي أنا كانوا موجودين في المتظاهرات ودفعوا غرامات مالية بقيمة 135 يورو على كل شخص كان في المظاهرة، في مظاهرات لم يكن مرخص بها. وبعدما تعرضت الدولة الفرنسية وتحديدا حكومة ماكرون لضغط هائل من فرنسا، مثلا من حزب فرنسا الأبية بقيادة ميلانشون، وهناك نواب عدة من هذا الحزب الذين قاموا ورفعوا الصوت بأن هناك جرائم تحصل، وهناك أطفال تقتل، وهناك رضع يستهدفون. هذه لم تعد حرب، هذه أصبحت عملية قتل وإبادة جماعية. الشارع انتفض وحصلت هناك يعني إشكالات، لذا الدولة الفرنسية رأت نفسها بأنها أصبحت ملزمة بشكل مباشر بأن تسمح لأن تغير السردية يعني هل معين. الدولة باعتقادك أصبحت ملزمة فقط لأن الشارع تحرك، أم لأن أصبح بما لا يدع مجالا للشك بالدلائل والبراهن والحقائق أن ما يحصل في غزة إبادة جماعية، وبالتالي من ناحية قانونية ومن ناحية حقوقية الأمر مفروض على الحكومة بغض النظر عن موقف الشعب؟ هلا أكيد يعني في الدول الغربية الحكومات تحاول أن تضبط الشارع، يعني ليس من الممكن أن نسمع تفلت الشارع الفرنسي، وخاصة بأن هناك تظاهرات تحصل مثلا دعما للكيان الصهيوني، وهذا ما سيحصل غدا هناك مسيرة عارمة في فرنسا دعما لمسيرة تسمى المعاداة السامية، يعني يختبئون خلال يعني خلف هذا الشعار بشكل مباشر، ويضعون كل تعبير عن رأي حر في هذا المجال إلى أنهم معادي للسامية، وهذه يعني كالعادة أساليب
تنتمي إلى هذا اللوبي الذي يعمل بهذا الإطار. اليوم أكيد فرنسا هي حليف لأمريكا وهي رأس حربة أوروبا في هذا المجال. اليوم أكيد هناك يلعبون أدوار مع بعضهم البعض، يعني الأمريكي يفوض الفرنسي بأن يقوم بدور ما والفرنسي ينفذ. رأينا هذا الأمر سابقا في ليبيا، ورأيناه مؤخرا في لبنان عندما حاول الأمريكان فتح الباب من أجل يعني محاورات سياسية بين بقية الأطراف، سلم الأمر لفرنسا. اليوم فرنسا ممكن تلعب دور أمريكي أكيد، لكن بنفس الوقت هناك ضغط شارع كبير جدا، ونحن لا ننسى أن هناك الانتخابات الأوروبية قادمة في فرنسا ليست ببعيدة. لذا يعني ماكرون يحسب ألف حساب لأنه ممكن أن يخسر الانتخابات الأوروبية، وهذا سيكون يعني هل يمكن أن يخسرها بسبب تغير مزاج الشارع وما يحصل، يعني السردية الفلسطينية التي بدأت تنتشر في الشارع؟ هل ستؤثر على حظوظ ماكرون؟ يعني انا اؤكد ان هذا الامر سيؤثر على حدود ماكرون، على يعني على عدد نوابه في المجلس الاوروبي خاصه بحزبه هو. اكيد سيكون هناك تراجعات كبيره لان الشارع الفرنسي يعني عارف واصبح يرى بالعين بام العين بان هناك يعني سياسه يستعمل فيها كما يقال وزنين وثقلين، وهناك يعني ازدواجيه المعايير التي تقوم بها هذه الدول، وأصبحت الآن واضحة تمام الوضوح، والشعب لم يعد يعني لتنطلي عليه هذه الحيل وهذه المكائد وهذه الأكاذيب. ويعني علينا أن نحترم قليلا ذكاء الشعب الفرنسي لأنه شعب يعني يفكر. وحقيقة أنا أقول لك بأن الشعوب الأوروبية اليوم أفضل من أنظمتها، لأن الشعوب واعية والشعوب عندها يعني تتحلى بفكر إنساني كبير. لكن اليوم الأنظمة الأوروبية لا أريد أن أقول أنها انخدعت بالمغامرة الأمريكية، يطعون الأمريكيين بشكل مباشر دون من تفكير، يعني لأنهم أصبحوا اليوم منظومة واحدة جميعا. هذا ما رأيناه في الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، يعني فرنسا دخلت بهذه الحرب بنفس الإطار. فاليوم نراهم اتبعوا أمريكا وإسرائيل يعني إلى آخر الطريق، يعني بدون تفكير وبدون حسابات وبدون حتى الانتباه إلى هل ممكن تكون هذه السردية كذب أو حقيقة. فنرى اليوم أن فرنسا أصبحت اليوم تحت ضغط الشارع من ناحية، وأكيد يريدون إنقاذ إسرائيل. لأن اليوم إذا دعونا إلى السلام وضغطوا على إسرائيل، اليوم إسرائيل إنها خسرت هذه المعركة، في 7 أكتوبر انتهت المعركة. ما حصل اليوم طب هذا ما سأسأله، هذا قتل. نعم، ماذا ما سأسأله لضيفنا من جنين. إذا كانت المعركة في 7 أكتوبر قد حسمت والمقاومة قالت كلمتها وإسرائيل خسرت معركتها على الأقل في ضربة 7 أكتوبر، إذا ما الذي يحصل على مدار 37 يوما الماضية بعد 7 أكتوبر؟ حقيقة أن ما يحصل بعد هذا التاريخ هو محاولة لملمة وترميم ما تم هدمه في هذه المعركة البطولية التي قادتها المقاومة في غزة، والتي أدت إلى تهشيم الصورة الكيان العبري الذي كان يقدم على أنه صاحب الجيش الذي لا يقهر والقوة الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا أنه كان يقدم الرواية الغربية عن دولة الاحتلال أنها المنطقة صاحبة الحضارة، صاحبة التنوير في المنطقة، في منطقة ظلامية، في منطقة يسود المتوحشون المتخلفون. لكن هذه المعركة بعد أن حققت الضربة الأولى انتصارها الأول، باتت تحقق مزيدا من الانتصارات يوم بعد يوم، وكذلك منها الجانب الإنساني، حيث بدأت الرواية والسردية الفلسطينية هي التي تظهر على الساحة العربية والإسلامية والدولية، وباتت هذه الرواية هي الأوضح أمام العالم، ونحن نحقق إنجازات جديدة غير بعد الضربة الأولى التي حققنا فيها الانتصار الأول، وما زلنا نراكم هذه الانتصارات يوما بعد يوم. ودولة الاحتلال تدرك أنها باتت تخسر في جميع الميادين، وخصوصا ميدان الذي كانت متصدرة فيه، وأنها كانت تخدع الشعوب الغربية فيه، حيث كانت تقدم الرواية والسردية الإسرائيلية على أنها صاحبة التنوير في المنطقة، صاحبة الحضارة في المنطقة، صاحبة العلم، صاحبة
معرفة التكنولوجيا والتقدم، وكل ذلك كانت تقدمه على أنه هي المنطقة المزدهرة في منطقة متخلفة. لكن بعد ما حدث في 7 من أكتوبر والعمليات التي جرت بعدها، ورأينا وراء العالم الإجرام الإسرائيلي الصهيوني الذي يصب فوق الأطفال والأبرياء ويهاجم المستشفيات والكنائس والبنى التحتية دون أن يحقق إنجاز فعلي عسكري على أرض الواقع. لذلك نحن الآن ما طب زلنا بالحديث عن الإنجاز الفعلي العسكري، يعني باعتقادك ما هو الإنجاز الذي قد يرضي الجانب الإسرائيلي؟ يعني الآن اقتحم مستشفيات، سيطر على غرب مدينة غزة، أو على الأقل لم يسيطر وإنما توغل وتواجد في غرب مدينة غزة. ما الذي يريده؟ ما هي صورة الإنجاز التي أنت تعتقد أن نتنياهو إذا ما قدمها للمجتمع الإسرائيلي سيقول لقد ثأرت لكم وانتهت؟ باعتقادي أن الموضوع لم ينتهي إلى الآن، وأعتقد أن دولة الاحتلال يعني هي متورطة في دخولها البري في غزة ولم تستطع أن تحقق إنجازات فعلية. وأعتقد أنه ممكن أن تلجأ دولة الاحتلال إلى توسيع دائرة المجابهة حيث تكون إقليمية مع محور المقاومة بشكل عام، وذلك لتغطية على الفشل الميداني الحاصل الآن في غزة. فممكن أن يستغل الوجود الأمريكي والدعم الغربي من خلال الأسلحة والغواصات والبوارج الحربية التي جاءت إلى منطقتنا من أجل أن يخوض حرب شاملة وأكبر ينهي فيها فشله الذريع في غزة، حيث أنه بات غير قادر على تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع من خلال توسيع هذه الدائرة. وممكن أيضا أن يكتفي الآن عندما يركز على قضية مستشفى الشفاء، مجمع الشفاء الطبي، وعلى المراكز الطبية، ممكن أن يقدمها بعد أن يصل إليها على أنها إنجاز تم تحقيقه ووصل إلى أهدافه في الدخول إلى غزة وحقق إنجاز الذي كان يسعى إليه ووصل إلى قلب غزة وإلى مجمع الشفاء. وأعتقد أن هنا المقاومة أعطت مجالا لهذا الاحتلال لكي يتوغل. ولكن إذا بقي إصرار نتنياهو وهذه الحكومة على أن يبقى ماضيا في سياسة القتل والإبادة الجماعية وسفك الدماء ومهاجمة الأبرياء، أعتقد أنه سيكون هناك مقتل حقيقية لدولة الاحتلال، لأن العمل داخل المدن أسهل على المقاومة من أن يكون خارج المدن، حيث أنه تصبح عمل العبوات الناسفة أسهل، عمل عمل الطائرات المسيرة أسهل، التحرك الميداني للمقاومين أسهل. كل هذا سيكبد دولة الاحتلال خسائر جديدة وستقدم على أنها هزيمة جديدة. فأعتقد أن الآن يعطى مجالا لنتنياهو على أنه حقق إنجازا في هذا الدخول وأنه وصل إلى ما كان يريد إليه، رغم أنه رفع السقف عاليا عندما قال كما تحدثنا عنه سابقا أنه يريد أن ينهي حكم حماس وأنه يريد أن ينزع السلاح. لكن حقيقة هو يدرك أنه لم يستطع ذلك، ويدرك أيضا أن الضغوط الداخلية الإسرائيلية والتغير الدولي الذي يضغط عليه والوضع الاقتصادي كلها عوامل تسعى إلى أن يوقف هذه الحرب. لكن كل الاحتمالات في هذه المعركة واردة وحاضرة إذا رأينا أن الغرور الذي يعني يتملك نتنياهو ومحاولة الهرب من المحاكم والفشل ممكن أن يؤدي إلى توسيع هذه الدائرة وأن يخوض حربا إقليمية. طب سيد علي زق، هل تعتقد بأن ما تحدث به الآن ضيفنا عمار بأنه هناك توجه، أو قد يكون في لحظة ما هناك توجه لتوسيع المعركة لتصبح حرب إقليمية إذا ما تراكم الفشل لدى نتنياهو، هل تعتقد أن هذا السيناريو مطروح على الطاولة؟ يمكن أن يذهب نتنياهو باتجاه توسيع المعركة؟ وللعلم يعني جالانت وزير جيشه اليوم كان على الحدود مع لبنان ويقول يهدد بيروت صراحة بأنها ستلقى مصير قطاع غزة. يعني كالعادة الإسرائيلي يهدد منذ نشأة هذه الدولة ويهدد. الآن يريد إنقاذ نفسه من هذه الورطة، يعني هي وضع كما قال زميلنا السقف عاليا جدا، ويرى نفسه بأنه لم يحقق أي إنجاز حتى هذه الساعة. الإنجاز الوحيد الذي تحققه هو قتل المدنيين، ذبح الأطفال، العزل، تدمير الكنائس والمساجد والمستشفيات، هذا ما فعله. لكن لن نرى اليوم ولا أي يدين مرفوعتين لأي مقاوم. وأنا رأيت من البارحة صور الجموع التي تنزح من مناطق الاشتباكات إلى الجنوب، وهذه الصورة النمطية يريد إظهارها المحتل من أجل أن يكسب صورة
معينة، ولكن هذه الصورة سترتد عليه وبشكل مباشر، اي لأنه صورة يعني في اليوم النهاية يعني اعتقادك اي صورة سيكسبها؟ وهو لم يقم بس يعني بترحيل او بنزح مقاومين او مقاتلين، هؤلاء لا نساء واطفال وشيوخ يحاولون ان ينجوا بحياتهم، وفي كل المعارك على مستوى التاريخ عادة يتم فتح بوابة آمنة أكيد وليست مصيدة كما يفعل أكيد الاحتلال. إذن اي يعني صورة سيروجها في هذه الحالة؟ يعني هو بكل الأحوال ما يريد، يعني إنه اليوم وحش كاسر، إنه اليوم لنقول بأنه كال فقد السيطرة. إنه فقد السيطرة، إنه جريح، هذا العملاق المجرم جريح وهو يريد القتل من أجل فقط إشباع هذه الغريزة، ليقول لشعبه أنا أقتل وأنا أقدر أن أقتل. لكن طالما لن يكون هناك أي إنجاز عسكري على الأرض، إنه خسر الصورة الإعلامية اليوم. طالما هو مستمر في هذا الطغيان وفي هذا القتل، وليس قتال، طب إنه قتل بالحديث عن مدني. الإنجاز العسكري، يعني ما هذا السؤال الذي طرح كثيرا، نعم، يعني لن ربما يكون من مثال. شخص، ربما من موقع إلى موقع يختلف التحليل أو الرؤية، لكن أنت من نعم. عندك لديك باعتقادك ما هو الإنجاز العسكري بالمفهوم الإسرائيلي؟ بالمفهوم الإسرائيلي الإنجاز العسكري يريد أن يأخذ بالحد الأدنى ولو جزء من غزة، ويقول أنا سيطرت على هذه المنطقة وأصبحت تحت سيطرتي فقط بالحد الأدنى. يعني لنقول بأنه فقط، وهو قال حط يعني أسقف عالية جدا وبدأ يتراجع عنها. أنا أقول أنه اليوم ممكن أن ينقذ نفسه إذا قال أنا أكتفي بهذا القدر، يعني لأنني يعني كما نقول أن عند مؤرد الذئب أن يأكل عنبا لم يقدر على أن يصل له، قال هذا حصرما. فبنفس الأسلوب إنه وضع سقف عالي جدا ولن يقدر على أن يقطف هذا العنب، لذا سيقول أنا أكتفي بهذا القدر إلى هذه الساعة، لأن هناك ضغط دولي، لأن هناك أمريكا تضغط علي أو أوروبا. وهو اليوم يطلب، حتى أنا لو أقول أني سمعت بذلك، لكن أنا يعني أعتقد أنه ممكن كثيرا، أو ممكن يعني بشكل منطقي أن يطلب من أصدقائه أن ينقذوه. هو بحاجة لأن ينقذه الأمريكي والأوروبي. يعني الحركة اليوم التي قام بها الأمريكي وقال علينا أن نوقف العمليات العسكرية، علينا أن نسعى إلى هدنة إنسانية كما قال الفرنسي، يعني حتى هذه الإرهاصات تعبر عن شيء واحد، يريدون إنقاذ إسرائيل من هذه الورطة وليس إنقاذ الفلسطينيين، لأنه لو أرادوا إنقاذ الفلسطينيين لكانوا تصرفوا بشكل آخر منذ البداية. واليوم رأوا أن هناك ورطة، وكلما كانت هناك الورطة سيكون الانكسار والهزيمة مدوية أكثر فأكثر، فعليهم إيقاف هذه المهزلة وهذه المجزرة الكبرى وهذا القتل والتقتيل. أنت تفضلت وقلت وسألتني سؤال، هل سيكون هناك حرب إقليمية؟ أنا أقول أستبعد هذا الشيء، لأن أمريكا اليوم ليست بوارد هذه المعمعة الكبرى، لأن أمريكا اليوم إذا حدثت أي معركة إقليمية ستضعف أمريكا، وإذا ضعفت أمريكا سيكون هناك ارتقاء للصيني وارتقاء للروسي. يعني اليوم نرى الروسي والصيني بحالة ترقب، وهم يريدون، لأنه لا يريدون بس، لكن إذا حصل هذا الأمر لن يكونوا يعني حزينين جدا. هذا سيدعم الموقف الصيني والموقف الروسي. طب إذا في كانت مواجهة أمريكا لا تريد توسيع الحرب الإقليمية، يعني من لا يريد إشعال النار لا يقترب البنزين منه. إذا كانت أمريكا لا تريد إشعال حرب إقليمية، حاملتي طائرات وغواصة نووية ومع كل هذه المدمرات والفرقاطات، وهي تدعم إسرائيل بشك على بياض ماديا وعسكريا، صحيح. أي معيار؟ ما هي المعيار الذي يقول بأن لا أريد أن أوسع ولكن سأزيد لهيب الحرب في هذه المنطقة، بينما محور المقاومة على أقل تقدير يقول لأمريكا استمرار الحرب وتوسيع، استمرار الحرب يعني توسيعها. هناك معادلتين. نعم، هلا نحن اليوم اذا راينا الامريكي اثبت بتقولوا كما يثبت اليوم وضع هذه الحملات الطائرات وهذا الاسطول الغير مسبوق في المنطقه عندنا لسبب واحد، من اجل ردع بقيه القوى الموجوده على الساحه، من اجل لا يكون هناك تدخل خارجي من برات، يعني القوى الفلسطينيه ويكون هناك دعم من قبل محور المقاومه، ويريد من اجل ايضا يعني إراحة إسرائيل وتطمينها أنه نحن هنا معك من أجل ندعمك. هو ترك الكيان الصهيوني حرية الانتقام، قاله معك مجال، تفضل أحرز في الميدان تقدما، أحرز إنجازات،
وإذا حجزت هذا الإنجاز عندها ممكن أن نفكر بوقف إطلاق نار معين. اليوم بعد أكثر من شهر من هذا الإجرام والعدوان والقتل للعزل ولم يكن هناك أي إنجاز. إذا الأمريكي اليوم يريد أن يوقف هذه المعركة بأسرع وقت ممكن. هو يعطي ما زال يعطي نتنياهو الفرصة، لكن لا يريد أن يذهب إلى معركة كبرى. هو وجود هذه الأصول من أجل إيقاف أي معركة كبرى. طيب سيد عمار، يعني هناك عدة جبهات، ولكن بالاعتقاد عند المعظم والكثيرين كلمة السر هي في جبهة واحدة وقوية وواسعة، وهي الضفة الغربية، هي التي قد تقلب المعادلة وتقلب الطاولة رأسا على عقب. كان هناك فيديو بثته كتاب القسام قبل ساعات لعملية مزدوجة ومركبة، وعلى ما يبدو هناك تطور في الأداء. تم إطلاق النار وإشعال النار وإشعال السيارة. طبعا أود أن نشاهد، ربما نشاهد الآن فيديو العملية على الشاشة مباشرة لنعقب عليه بعدها، لأنه لهذه العملية ما بعدها إذا كان هناك مجال. سنشاهد فيديو العملية التي أعلنت عنها كتائب القسام، ومن ثم يعني سنحاول أن نعقب، لأنه في هذا الفيديو قضية مهمة إلى جانب تطور الأداء والعمل هو إخفاء الخسائر الإسرائيلية، وهي أسلوب المعتمد الآن في معركتها في قطاع غزة. ولكنها هذه معركة أو هذا الحدث الواضح للعيان على الأقل في الضفة الغربية. نشاهد الآن هذا الفيديو. يعني ربما كان لافت للانتباه السهم الأخضر في الضفة الغربية والسهم الأحمر في قطاع غزة في هذه العملية. سيد عمار، يعني ما تعقيبك على هذه المشاهد التي بثتها كتاب القسام اليوم من الضفة الغربية؟ أعتقد أن من المهم النظر إلى جانب، وهو أن العمل المنظم بات واضحا في من خلال هذا الفيديو، ولم يعد هناك عمل فردي مقتصر على بعض الأفراد يقومون بعمل ما ثم يتم اكتشافهم وينتهي الموضوع. اليوم نرى حالة متميزة، وهي حالة تنظيمية عالية لمجموعة تقوم بعمل منظم، تقوم برصد الهدف، تقوم بتصوير الهدف، تقوم بعمل عملية مركبة من حيث إطلاق النار، ثم بعد ذلك العبوات الناسفة بجانب السيارة، ثم ومع كل ذلك كان هناك رصد دقيق لتحركات الاحتلال من خلال التصوير الأول لإطلاق النار ثم للعبوات الناسفة. وهذا أمر فيه غاية التطور والحرفية في العمل الميداني. الأمر الآخر وهو تجاوز البعد التكنولوجي، حيث كانت دولة الاحتلال قديما أو فيما مضى تصل إلى المقاومين من خلال التواصل نوعا ما، ومن خلال بث هذه الفيديوهات يصلون عن طريق ما إلى القائمين على العمل. لكن ما نراه الآن بعد مضي فترة من هذا العمل، والآن خروجه إلى العلن موثقا بهذه الطريقة مصدرا للجمهور بهذا الشكل، وهو بالتأكيد سيعطي إلهام للضفة الغربية لأن تتجاوز مرحلة جديدة في العمل المنظم، وسيكون
يعطي إشارة واضحة لدولة الاحتلال أن الضفة الغربية جاهزة للانفجار، وأن هناك خلايا نائمة الآن بدأت تظهر إلى العمل المنظم وتكون دقيقة وحرفية عالية في هذا العمل. وهو بلا شك عندما أخفت دولة الاحتلال هذه الخسائر، كانت ترى فيه هذا الخطر المحدق في الضفة الغربية. وكثيرا ما يتحدثون في الإعلام العبري عن أن الضفة هي الخاسرة الأضعف بالنسبة لهم، طب لأنها ماذا عن انعكاسات يعني هذا الأمر على قطاع غزة؟ صحيح أن الحدث في بيت ليد في الضفة، ولكن كيف نعم يمكن أن يعكس على قطاع غزة؟ بالتأكيد سينعكس على المقاومين في غزة من حيث رفع المعنويات، وأن هناك في الضفة الغربية بدأت هناك تحركات فعلية للعمل المقاوم تساندهم في عملهم. وصحيح أن الضفة الغربية منذ فترة طويلة لم تكن هادية، يعني منذ سنتان وأكثر وهي في صحيح. العمل المقاوم، لكن الآن المرحلة باتت مرحلة أكثر حرفية في العمل المقاوم، تنتقل من العمل الفردي هنا وهناك إلى العمل المنظم، وهذا ما يربك دولة الاحتلال. ودائما ما كانت تسعى دولة الاحتلال إلى تفكيك العمل المنظم، لأن العمل المنظم يعني أن هناك خلايا، يعني أن هناك تواصل، يعني أن هناك إمداد مادي وعسكري ولوجستي لهذه الخلايا تقوم من خلاله بالعمل الميداني المحترف الآن الذي نراه. وهذا يعطي انطباعا لدولة الاحتلال أن هناك في الضفة من يحضر نفسه لأن يكون جبهة فاعلة وأن يكبد دولة الاحتلال خسائر واضحة، وهو يوثق هذه الخسائر. المهم أن هذا التوثيق هو يعني يهدم الرواية الإسرائيلية التي كانت دائما تخفي خسائرها، الآن تظهر هذه الخسائر إلى العلن، وهذا يعطي تصورا على أن الخسائر في غزة يعني ليس فقط من باب الدعم النفسي ودعم الواقع الميداني العسكري، أيضا من ناحية أن ما يحدث في غزة هو أضعاف مضاعفة من الخسائر التي تخفيها دولة الاحتلال. وكذلك عندما يشعر الاحتلال أن الضفة بدأت تشتعل بهذا الشكل المنظم المحترف، أكيد سيكون هناك ضغط على جنوده وأرتاله العسكرية، حيث سيسعى إلى نقل كمية من الجنود من غزة إلى منطقة الضفة لتهدئة هذه المنطقة. وأعتقد أن الضفة إذا أقبلت على مرحلة جديدة من الاشتباك مع دولة الاحتلال، حيث يكون هناك كتلة ديموغرافية من السكان الفلسطينيين المتواجدين على أرضهم وعلى حقهم، مع كتلة نعم. ديموغرافية من المستوطنين. وللعلم المستوطنين وابن كبير يتحضرون لمثل هذا المشهد، حيث نرى هذا التسليح الكبير للمستوطنين ونرى هذه الهجمات المتكررة للمستوطنين، وبات الشارع في الضفة الغربية يدرك أنه مقبل على مرحلة لا بد من أن ولا ننسى يتواجد. أن كل يوم هناك اجتياح إسرائيل للضفة الغربية، وأعداد الشهداء باتت ترتفع بشكل ملحوظ. قبل أن أنتقل إليك أستاذ علي، أود أن نتطرق إلى بعض الأخبار الواردة من قطاع غزة، حيث حتى هذه اللحظة هناك ذوي اشتباكات عنيفة جدا تجري في محيط مجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة، وهذه الاشتباكات في جنوب وشمال مجمع الشفاء الطبي، عدد من الغارات العنيفة التي تشن بالطائرات الحربية الإسرائيلية في الأماكن الملاصقة للمستشفى، والاستهداف المباشر للمستشفى أيضا من قبل البوارج الحربية. وأيضا نعيد التذكير بأن استهداف المنازل المأهولة في منطقة الفلوجة في جباليا شمال قطاع غزة أدى حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 18 مواطن فلسطيني. إذا الوضع كارثي جدا، كل مستشفيات قطاع غزة في شمال وادي غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني الذي ارتكبت فيه المجزرة بعد 10 أيام تقريبا من هذا العدوان، يقدم خدمات محدودة، وهذا الأمر ما تحدث به الناطق باسم وزارة الصحة. سأنتقل إليك سيد علي زريق يعني من باريس، هذا الفيديو الذي شاهدته أنت قبل قليل، باعتقادك ما هي أبرز الرسائل التي تصل في هذا الوقت تحديدا، ولا سيما أن العملية نفذت في 2 نوفمبر ويكشف عنها اليوم بعد حوالي 9 أيام؟ يعني اليوم كما قال صديقنا غزة هي تشكل الخاصرة الرخوة لهذا المحتل، وإذا انفجرت عفوا الضفة، إذا انفجرت الضفة ستكون هناك يعني الوضع خاصة متداخل بين القوات الاحتلال والشعب الفلسطيني، هناك مناطق مكتظبة بالسكان، سيكون حرية العمل للشباب الفلسطيني بشكل أكبر، وسيكون تأثيره على الميدان أقوى. هذه العملية التي رأيناها الآن هي إن تذكرنا بشيء، تذكرنا بما كان يقوم به المقاومون في لبنان في بدايات الحركة المقاومة. اليوم المقاومون في فلسطين يوثقون هذه الأمور ويعلنون عنها في الوقت المناسب، لأن هذه تشكل ورقة ضغط على
المجتمع الصهيوني بشكل مباشر، وهذا يحرج هذه الحكومة التي تكذب على شعبها وتكذب على أهلها وتكذب على الأوروبي وتكذب على العالم. هذا التحرك الذي نراه في هذا الفيديو إنه تحرك يعني محترف وليس تحرك أناس عاديين. هؤلاء المقاومون يعرفون ما يفعلون، يصورون، يستعملون الصورة كما يستعملون السلاح، لأن اليوم نحن من يربح الصورة يربح المعركة، من يربح الإعلام يربح المعركة، وهذا بات أمرا واضحا، والمقاومة بدأت تفهم هذه النقطة الحساسة، لذا هي تصور وتسجل وتوثق ما تقوم به لإظهاره للعلن في الوقت المناسب. يعني اليوم إذا أردنا أن نفهم لماذا الأوروبي تغير، لماذا العالم تغير، لماذا العدو الإسرائيلي خسر الصورة، خسر الصورة لأن بدأت السردية الأصلية تظهر، وبدأ الدم البريء يطفو على السطح وبدأ الدم يظهر. هنا نفهم تماما اليوم لماذا يتحرك المقاومة الفلسطينية ويظهر الصورة كما هي، يعطي حقيقة الصورة كما هي، ونحن اليوم يعني نشد على أيديهم جميعا بأن يظهروا الصورة بأفضل ما يكون، لأن حرب الصورة حرب. طب يعني بالحديث عن حرب الصورة، طبعا مشاهدينا الكرام نحن سنختم هذه التغطية بجزء من حرب الصورة التي تحدث عنها المحلل السياسي من باريس علي زريق، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه التغطية، وأيضا من جنين عمار خضر الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا في سياق هذه التغطية من غزة طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأيضا من غزة علم صباح وتحديدا كان معنا من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وللتطبيق العملي والحديث بالتطبيق العملي عن حرب الصورة نشاهد مشاهدينا الكرام هذا الفيديو، حيث وزع الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد للاستهداف الأخير الذي طال ثكنة رميم الإسرائيلية. المقاومة قامت برصد تجمع للجنود الإسرائيليين داخل الثكنة، وعندما تجمعوا خلف أحد السواتر قامت باستهدافهم بصاروخ موجه وإصابتهم إصابة مباشرة. صامدين ومحمد ربنا غير نضل صامدين.